حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن الذكرى الثانية لما يسمى أو يدعى لدى حكومة بغداد تحرير الموصل. تابعونا بعد الفاصل. بيت انقصف تحولت، نزلت البيت أبويا جوا، انقصف البيت الثاني، بالثالث هم انقصف ووصلت جوا الركام أنا وعائلتي. إحنا ناس جوا الأنقاذ اللي ما طلعوه لحد الآن اللي نعرف به إحنا. من يصير ضرب بيت الأول نرجع البيت الثاني، لأن أول شيء لا نقدر نطلع من الطلقات اللي يضربوا مكافحة الإرهاب، ونخاف من الدواعش لهم يضربونا. فأي بيت قريب رأسه ندخل ببطنه. تيجي الحكومة تقول لك لا تطلع من بيتك، لا تطلع من بيتك، اسكن ظل مساكنك. هذه ظلينا مساكننا، هذه ذبحت ولدنا وعوائلنا، لو طالعين ما يصير بينا هالشكل. شنو ذنبي يعني يدعش واحد من عائلة واحدة من عائلة محمد الأمين؟ ليش؟ علي ذنون ابن عمي من عائلة واحدة وصاحب نساء اثنين وأطفال وأخوت، وليش؟ شنو السبب؟ شنو اللي اقترفوا حتى يموتون؟ ليش؟ هذا هجمان بيوت، هذه تحرير حتى من ريدي. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج صوتكم. بداية، أي شخص يريد يتصل بينا يبدي رأيه حول الموضوع اللي اختاريناه، أرقام الاتصالات عندنا ثلاث أرقام راح تظهر أسفل الشاشة حاليا، يقدر يتصل ويبين صوته ويرفع صوته إلى المسؤولين، إلى الشعب، إلى أي إنسان. إضافة إلى ذلك عندنا رقم الواتساب اللي ظهر أسفل الشاشة حاليا، هذا الرقم مخصص لإرسال الرسائل فقط، أرجع وأنوه لإرسال الرسائل فقط، ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال. الموصل 10/7/2017، يعني اليوم الذكرى الثانية لهذا التاريخ، طلع حيدر العبادي اللي كان رئيس الوزراء بديك الفترة، طلع وأعلن ما سماه ببيان النصر، وقال أنه العمليات العسكرية انتهت، وأنه إحنا رجعنا سيطرنا على الموصل وانتهى التنظيم، وبدت عملية الإعمار أو بداية حملة لإعمار المدينة المنكوبة. زين، نصر الكبير صار حكى عليه وحكى عن إعمار اللي ما شفنا من عنده شيء. الموصل ثانية حواضر العراق بعد بغداد، ما حد كان يتخيل أنه راح نشوفها بهاي الطريقة، ما حد كان يتخيل أنه أهل الموصل راح يكونون وقود لحرب شعواء هم ما لهم أي سبب بيها وما ساهموا بيها سوى أنهم من أهالي هاي المنطقة، هاي المدينة العربية السنية ذات التاريخ العريق والمستقبل والحاضر المجيد. لكن بوقتها لما طلع العبادي وتحدث عن النصر، الناس بدأت تسأل يا نصر، النصر اللي قلتوا بيه 4000 واحد موجود بالمدينة وقتلتوا 40، النصر اللي قدرتوا تبيدون بيه 80% من البنى التحتية والمباني والمؤسسات والمدارس والمستوصفات والمستشفيات، النصر اللي تهدمت بيه جسور الموصل الخمسة، النصر اللي الناس اندفنت تحت الأنقاض، أنا لا أعرف لما تكون هنالك منظمة إرهابية داخل أي مدينة في أي بقاع الأرض، الدولة اللي تحمي ذيك المنطقة تدخل في حرب شوارع، تدخل في حرب، مو حرب والله همينة، تدخل بعملية عسكرية بسيطة تسيطر على المدينة، تقتل الإرهابيين، تلقي القبض عليهم. احنا ما شفنا واحد لقى القبض عليه. بوقتها علي أركادي لما طلع وطلع التقرير مالته وطلع الناس اللي حكوا بيه من الحشد، قال جتنا أوامر انه ما نلقي القبض على احد، كلهم مقتولين. احنا سمعنا 4000 واحد وراها انقتلوا 40، والأربعين وراها اعتقلوا مئات الآلاف. وهسه أكو حسب ما قال البارحة أحمد الجربة النائب عن محافظة الموصل، أكو 70,000 أمر إلقاء قبض على أهالي بالموصل تحت تهمة الإرهاب وأنهم تابعون إلى التنظيم، وأنهم تابعون إلى التنظيم. نعم، مدى أعرف الأربعين من كتلوا بهم هالأربعة آلاف اللي قلتوا عليهم واللي تهجروا
منو ذولا؟ واللي اندفنوا تحت الانقاض منو ذولا؟ ذولا اهل المدينه، ذولا الناس. بالبرومو قال بلغونا قالوا لا تطلعون من بيوتكم، ظلوا ببيوتكم ومتنا. تعرفون ليش ماتوا الشعب؟ لانه الحكومه العراقيه اتخذت مبدا الارض المحروقه هي وايران وميليشياتها الايران والتحالف الدولي اللي تقوده الولايات المتحده. مليون وربع قذيفه رمت على العراق وسوريا بعامي 2017 و2018 بس بهالعامين ذني. الارقام القذائف يعني 750 الف قنبله بعام 2017 و570 الف ب 2018 تقريبا مليون وربع. مليون وربع قذيفه، كل قذيفه ما راح تقتل واحد، من تنزل وتنفجر تفلش وتهدم وتقتل عشرات، وتطلع الارقام تقول انقتلوا 7000 بس بالطلعات الجويه الامريكيه. عمي انتم شامرين مليون وربع قنبله كاتلين 7000، شنو مليون وحده ما جتي بالهدف والربع جني بالهدف، بهم 250 الف وحده جتي على ارهابيين و7000 قذيفه بس او 3000 قذيفه كتله مدنيين. حتى الرقم ما حد يعقله. من تطلعون وتقولون احنا ذابين ب 2017 750 الف قذيفه وماتوا 7000، البقيه كلهن في شينك حسب ما قرينا على على الحروب، او حسب ما سمعنا انه ماكو مجال للخطا. واللي نعرفه انه التكنولوجيا الامريكيه ما تخطئ. التكنولوجيا اللي قصفت ملجأ العامرية بتسعينيات القرن الماضي ما تخطئ، والتكنولوجيا اللي فاتت على بيت ليلى العطار ما تخطئ. فشلون انتم شامرين ب 2017 750 الف قذيفه وب 2018 570 الف قنبله وكاتلين 7000 بس، والبقيه ذولا شلون ماتوا؟ اريد افتهم هاي الشغله. وحيدر العبادي من طلعت وقلت بيان النصر وفرحان وحاط وراك تشكيلات عسكريه لصنوف الجيش العراقي وبحيل صدر دا تحكي انه احنا انتصرنا نصر عظيم، وين النصر؟ شو المدينه لليوم هدمه؟ شو الناس ما دا يقدرون يرجعوا لها؟ ما دا يقدرون يعيشون بيها؟ شنو النصر اللي انت جاي تحكي بيه؟ اليوم سنتين مر على هذا البيان مالتك، شنو اللي قدمته للناس؟ واللي جا وراك ايش قدم للموصل؟ غالب من قضاء المحموديه، حياك الله يا غالب. الله يسلمك استاذي، رحم الله والديك. انا اريد احكي مجرد انه شقيقي يا اخوي. احنا صارنا مفقود، عندنا مفقود 3-5 سنين ما لقينا يعني مصيره، ما نعرف مصيره حد هاي اللحظه وين. عندك اخ مفقود صار له 5 سنين، يعني انت تحكي على موضوع حلقه البارحه، تفضل. اي نعم، على موضوع حلقه البارحه. انا عندي اخ مفقود صار له 5 سنوات، ما خليت السجون العراقيه كلها دورتها، عندك حاسبه يقول ناس تقول لي موجود وناس تقول لي مو موجود، ولحد هاي اللحظه ما لقيته. زين قالوا لك موجود وين؟ ما يعني ناس تقول مطار مثنى، وبعض معتها تقول على المخابرات، وبعض معتها تقول على الاحزاب. فيعني انا يعني يعني انا اطلب مناشدتكم، اطلب مناشدتكم اريد اعرف مصيره. نعم وصل صوتك ان شاء الله، ويا رب يطمن بالك وعقلك وقلبك على اخوك ان شاء الله، ويرجع لكم سالم غانم ان شاء الله. احد المواطنين عنده اخ مفقود من 5 سنين، هاي مصيبه من مصايب العراق، هاي مصيبه من مصايب يعني العراق. والله العظيم ايتامه هسه عنده 4، ايتامه عنده 4 حتى مصرف ما عندهم. نعم خوش. انا ناشدكم وناشد الحكومه وناشد الاسلام، اذا اكو اسلام بالعراق، اذا اكو اسلام بالعراق خوش، هو مظلوم، هو مظلوم يعني اخذوه مظلوم. شنو التهمه ما تب الله؟ خوش والله ما عندي اي تهمه. لا لا هم شنو اتهموه واخذوه؟ احنا ما نعرف حتى جهه اخذته، حزب اخذه، دوله اخذته، ما ندري. نعم خوش ولا طلع الدوام الصبح بعد ما رجع. نعم طلع الدوام الصبح الساعه 7:30 من 2015 الشهر التاسع. وين كان يشتغل هو؟ والحاد هذا يوم يشتغل بالموارد المائيه، موظف على الموارد المائيه.
نعم اوكي تمام عرفت. البارحه ابنه اتصل اسمه عباس همينه. لا سجاد. سجاد نعم نعم وصلت وصلت الرساله. اي بس هو البارحه ابنه قال انا اعرف انه ابويا بسجن الحوت بالناصريه. هو تناقلت هاي المعلومات انه تناقلت يعني قلت لك يوم تقول بسجن الحوت الناصريه وسجن هنا التاجي فتناقلت ادق حاسبه ماكو. تمام اسال ما يعطونك نشد. تمام وصلت الرساله. وصلت شكرا. أيوة. شكرا لك اخ غالب. ام حمزه من الموصل حياك الله يا ام حمزه. السلام عليكم اخوي. عليك السلام والرحمه والاكرام. اخوي اني من الموصل. نعم. واني ما اعرف شو احكي لك تحكي لك على الشيء شفناه. نعم اخذي راحتك واحكي اللي تردي. اخوي ما اسي اشكال شفنا شو اقول لك تقول لك الظلم نزل بالموصل. اخوي عمره 13 سنه. نعم. كل شيء ما عنده من جوا دواعش هو راعي بالبقر يشتغل. هسه خضوا حكمه 15 سنة. نعم. صح أخويا. وأخويا لا يعني بالقصف بالقصف هو يعني صاوب ولا داعش ولا أبد. وظل في المستشفى ما ظل في المستشفى نقلوا يعني يسحبوه وياهم. طيب يعني هاي بالنسبة إلى أوضاع المعتقلين بالموصل. أنا أريد أعرف أيضا الخدمات بالموصل الحكومة المحلية السابقة والحالية شنو اللي دا سويه وضعكم أنتم بالموصل شنو. أخويا شو أسولف لك لي حد الآن يعني أخويا بالملف الداخلية لي حد الآن بالشتاء بالملف الداخلية. نعم. بالسجون السرية يعني أخويا سحبوه معاهم بالقديمة خير شيء. هسه كل شيء ما نعرف انه ميت. طيب هو لا داعش ولا ابد ولا اصلا الريف وين المفقودين. نعم نعم قولوا استناهم طيبين قولوا طيبين يعني شو سالفة سالفة 15 يعني عمر هسه هو هسه عمره 13 سنة 15 سنة نعم يعني أربعة معتقلين هسه تعال على الموصل شوف كل بيت 3-2-1 معتقل ما عليك من مشتوت يعني شي شو سالفتك؟ ما أعرف شو أسولف أصلا والله أعجز شو أسولف ونطالب من هاي الحكومة كلها تنشال ظلم بظلم وين نروح حاسبات جمعة والشباب قضوها وياك يلا صعدوهم بالبكامات. نعم شكرا. وما سوون شيء يعني كلهم طلاب بس اخويا واحد منهم بالسادس علمي حكم 20 سنه هذا بالسادس متوقع عمره 13 سنه هسه حكموه 15 سنه. نعم. واحد منهم الله حداد وش لا نعرف عنه بس نريد نعرف شيء عنه. وهاي القاضي بالموصل البلا حداد اكبر طالب. نعم. محمد حمدي الهندي هيك اسمه يعني مو بس ظالم يعني فرد مرة ظالم يعني يقول والله أنا مظلوم والمخبر السري يتنازل عنه يقولوا أنا اتهمته وحكم عنه 15 سنة. نعم شكرا شكرا لك أم حمزة. يعني أم حمزة حكت اللي دا تعاني واللي دا تقاسي بالعراق تحديدا في محافظة نينوى بمدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق موصل الحدباء الموصل اللي كان ماضيها عريق جدا بالعراق الموصل اللي بها مأذنة وهي أقدم مأذنة بالعالم واللي هدمها الحشد لما اندخل إلى هاي المدينة بحجة التحرير حررت الموصل من تنظيم الدولة شو سويتوا وراها من احتليتوها مرة ثانية احتليتوها فتحتوا مكاتب اقتصادية لكم ودمرتوا جوامع والجسور وغيرها وغيرها
وبنيتوا مشاريع تخصكم، واخرها مشروع العباره اللي انقلبت وراح ضحيتها اطفال بعمر الزهور. والوقف الشيعي قام يستولي على اراضي، والوقف الشيعي والوقف السني يشتكي على الوقف الشيعي، وما حد يقدر يحل هذا الموضوع لانه ما حد يقدر يحكي ويا الحشد او يحكي ويا واحد بالحشد. الموصل ام حمزه من طلعت تقول اكو بظلم. مشكله الموصل لما اجوي الحشد ويا الجيش بقياده حيدر العبادي، بديك الفتره كان قائد عام للقوات المسلحه، والولايات المتحده الامريكيه اللي كانت هي قائده التحالف الدولي، وايران اللي دازه قاسم سليماني اللي يدعم الحشد، اجوي بحجه تحرير الموصل من الارهابيين، تحرير الموصل من تنظيم الدولة الإرهابي، تحرير الموصل ممن هدم قبر النبي يونس، تحرير الموصل ممن هدم آثار الموصل وإرجاعها إلى حضن أهلها. لما انطبوا ذولا إلى الموصل شفاجأوا أهل الموصل، فاجأوهم حملات اعتقال كبيرة شملت آلاف من عندهم، وفيديوهات كثيرة موجودة على اليوتيوب وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى التويتر لعناصر من الحشد، وهم يعذبون ناس من أهل الموصل ويعتقلون ويجرون وقصوا إذانات وشمروا من فوق جبال وشمروهم من فوق مباني وضربوهم طلقات وحارة وش سووا بالموصل بحجة أنه أكو واحد ينتمي لذولة أو الأهلة الداعش. قلتوا 4000 قتلتوا 40، اكو اوامر قبض بحق 70 عدا المعتقلين. من الموصل عندنا اتصال، ام سالم. ام سالم من الموصل، حجية تسمعيني ام سالم؟ يبدو أنه أم سالم ما تسمعني. أرجو منك يا أم سالم أنه ترجعين مرة ثانية تتصلين بينا مرة الأخرى حتى أقدر أسمعك وتحكين اللي تقولي. الموصل يعني موصل المحافظات العراقية السنية، عذرا اللي دا أحكي بهاي الطريقة، لكن فعليا ما دمر بالعراق هي المحافظات السنية. أم سالم من الموصل رجعت لنا. ألو الو ام سالم. ام سالم انا مساير. تفضل يا حجيه. هلا بيك. هلا بيك شمو. عميد ركن. عميد ركن. ها؟ وشكوى كلبيه واليوم 4 سنين وانا نايم بالسجن. نعم. ايه 4 سنين نايم بالسجن، لا عنده شيء، لا عنده شيات. والله العظيم والله العظيم ترى عنده فريد شيء، واحد يكره واشتكى عليه، وهذا اليوم 4 سنين يعني شوف ما يخلونا نشوفه. نعم. يسحبون المحكمة حتى ما ياخذون اقواله، ما اعرف باسطات، ما اعرف شنو. طيب. عيب كبير. خدمنا الحكومة على لك لك. وانت طيب امي انت تحكي لي على قضيه الاعتقال، هاي جزء من معاناه اهل الموصل ووحده من القضايا اللي حكينا عنها البارحه، بعد المي، الكهرباء، المعاملات الحكوميه، تعامل الشرطه، الحشد، شلون دي يعاملوكم بالموصل، احكي لي هاي الصوره. معاملة سيئة يعاملوننا، والله منين المعاملة، والله مدعتك ميتين بس ترموا فوقنا، بس ترموا فوقنا ميتين. عذرا امي انت من الجانب الايمن لو الايسر؟ لا بالايسر. انت بالايسر، وضع الايسر هسه شلونه؟ إيه؟ مهدم لو رجعوا يبنون به؟ لا لا الايسر زين بس الايمن مهجوم. الايمن مهدوم. إيه؟ ما بنوا بي شيء الايمن؟ ما بنوا بي شيء؟ لا والله ما
انا وبي شيء، ويمكن ترى التلفزيون شفت جثت وجيته. نعم. نعم نعم. بس احنا على شو اسمه انا لا هذول المسجونين ظلم ظلم مسجونين. ظلم. انا بعد 4 سنين ما حد يشوف سجينه. المواجهه ب 12 ورقة. يقول لك التهجير 12 ورقة دقيقتين. هذا الله يقبلها. نعم نعم. شكرا شكرا لك ام سالم. ام حنين من الموصل، حياك الله يا ام حنين. الو ام حنين تسمعيني؟ انقطع الاتصال يا ام حنين. يعني ام سالم وام حمزه وغالب، غالب من المحموديه، لكن هي معاناه اهل المحموديه ما تختلف عن معاناه اهل الموصل. المشكله هي احنا مو بس نحكي عن مفقود او نحكي عن مدينه مهدمه، المشكله انه احنا عندنا ناس يسمون نفسهم حكومه. ما نقدر نقول عليهم حكومه لان هم حكومه يحبون بلدهم، ما كان حال العراق حال اللي احنا دا نشوفه هسه. ناس يسمون نفسهم حكومه وسياسيين وبرلمانيين، لو تسمعون تصريحاتهم وتقرون تصريحاتهم وتشوفون هم ايش يحكون، والله تقولون ذولا ناس جوي من الجنه ملائكه حتى يصعدون العراق ويبنوه ويخلوه يعني في مصاف الدول المتقدمه ويخلوه احدى الدول العظمى يجوز، ولها حق نقض الفيتو بالامم المتحده. يعني اخلاص الدليمي من محافظه نينوى تقول اكو 3000 مفقود ماكو اي معلومات عليهم، وهاي واكو 120 الف منزل مدمر بشكل كامل او جزئي بالمحافظه، وانه الموازنات خجوله ولا تتناسب ويا حجم الدمار، ولازم انه يكون هناك موازنات كبيره لبناء المدينه مرتلوخ، خصوصا اكو 5 جسور استراتيجيه خارج الخدمه، وانه القطاع الصحي والبنى التحتيه مدمره ومحمله الحكومه مسؤوليه غياب الاعمار. ما شاء الله ست خلاص، يعني هذا البيان بدها تقولي احنا نعرفه، بس من انت نائبه عن محافظه نينوى قدرتي تصعدين قرار بمجلس النواب تلزمين به الحكومه ترجعين هاي الخدمات المفقوده للناس؟ ايضا يعني اليوم وكاله الاناضول تقول تقرير لها في الذكرى الثانية لإعلان انتهاء المعارك في الموصل، يعني تم انتشال 5000 جثة من تحت أنقاض المدينة القديمة فقط، أو المدينة الأثرية أو الجانب الأيمن، يعني 5000. أنتوا أول ما طبيتوا للموصل قلتوا أنه أكو 4000 إرهابي، دولة 5000 انتشلتوهم، 40000 دولة منين اللي قلتوهم قبل؟ و70000 أمر إلقاء قبض منين؟ مروة من الموصل؟ الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي اخويا مفقود وقت الدواعي داعش خذوه 2016 خذوه. نعم. خذوه بيت ما نعرف عنه اي شيء. نعم. وقت حكومة ديت حررتهم حكومة، بس حكومة ما تحكي حررت، خلي حكومة تقول حررناهم وما حررناهم، عاد كافتين وما يحسون. العالم طقت رواحها، الامهات صندروا ولادهم، داعش خلتهم، داعش جبت بيوتهم، حكومه انا جبت بيوتنا. ما نعرف عنهم اي شيء، خلي يقولون بس يشوفوهم، ليش الدواعش هاي اللي يشوفوهم، ليش يزورهم، ليش يطلعوهم، ليش المظلومين ما يطلعوهم؟ خلي يشوفوهم اقول اهاليتهم يابا موجودين بس سجين، على تسويهم مجهولين على بالكم ميتين من هذه الجوقع. والله تعبنا فعج يسوون نصر وتحرير وفرحة وحررنا الموت، يا تحرير مو بيت الموصل. نطالب من هاي الحكومة الجديدة، من الرئيس، من المحافظ الموصل الجديد، خلي يكشف عن مصير المفقودين اللي كانوا عند الدواعش. نعم. وين راحوا؟ قام القاع بالعتهم. خلي يقول ميتين ميتين، طيبين طيبين، خلينا نظلين هيك احنا. نطالب من قناتكم الرافدين نوصل صوتنا لل كل الدنيا، من منظمات من اي مكان، بس يدورون على المفقودين اللي كانوا عند الدواعش. نعم. والله ملينا ما عاد كشتي عنهم اي شيء. اخويا والمظلومين هذول كانوا عند الدواعش، وداري نمشي ويا الحكومه، يعني نمشي ويا الحكومه هم يضيح. بس اختي العزيزه اخت مروه، انت قلتي لي عندك مفقود من 2019؟ لا 16 و11 خذوه. 2011 نعم. لا 16 نعم. داعش خذوا الحكومه، حررت الحكومه، ما تقول احنا ما تقول حررناهم، ولا تقول احنا ما حررنا، خلي يصرحون يسعى الرئيس يصرح يقول يا احنا ما حررنا خلاص، حتى العالم
نعم. لا يقول موجودين ولا يقولون ما موجودين، خلي طيب يقولوا لنا وين واخواننا وين ولاد ولا الامهات ومستنوا ولادهم، خلي يطلعوهم. شو واحد زال بالعراق بعد يقعد يطلع رجال العراق ولا اللي عشت العراق بعد. نعم. نشكر قناتكم توصل صوتنا لكل العالم. واجبنا هذا اخت مروه واجبنا. وربي يرجع كل مفقود الى اهله ويحرر كل مسجون من سجنه وكل بريء يرجع سالم غانم ان شاء الله الى اهله. ابو خالد من الرياض حياك الله ابو خالد. ابو خالد من الرياض العاصمه السعوديه حياك الله. يبدو انه فقدنا الاتصال ويا ابو خالد. ام حنين من الموصل رجعت لنا حياك الله اختي. الف هلا اخوي ربيك. هلا بيك تفضلي. الله يعافيك على مود ابني دفق وشيك وارتاح وقدم. منو امي؟ ام حنين. اي لا منو اخذه من عندك وش وقت؟ ابني ورا ساعه راح دفق وشيك وارتاح وقدم. باي سنه؟ جاء راح دفق يعني راح دفق هو وارتاح وقدم. باي سنه اخذه؟ عن مخبر السري ما اعرف. اي سنه شو وقت اخذوه امي؟ 2013 سالتي عنه شو يقولوا لك؟ والله موجود بالفيصل يا على اساس معه. موجود وين؟ بالفيصل يا على اساس معه. تمام. نطلب العفو العام منكم يا رب. تمام. ووضع الموصل هسه شلونه حجيه؟ وشباب صغير ما تقول كثير وقت الصوع شب الله بعد كثير كان. طيب وصلت ان شاء الله رسالتك. بس انا على مود موضوع الحلقه اليوم اللي هو ما يسمى بالذكرى الثانيه لتحرير الموصل واستعاده السيطره عليها من تنظيم الدوله مثل ما طلع العبادي ب 10/7/2017، شلون تشوفين وضع الموصل اليوم؟ والله وضع الموصل الله يستر علينا وعليكم، بس العفو منكم وكل شيء ما ريت بعد. نعم. بس نطلب العفو نطلب الله يستر علينا وعليكم، هاي كل شيء ما ريت منكم. نعم. والله حتى كان يقعد يقعد والله العظيم. لا راح لا جاء لا فات لا طلع. حكموها 15 سنة في الفوضى يقولون. نعم. أساتذة عدين من العالم بس من غادي مسكتوا مقامي دخلتي سويتوا شعرة. الله بذلك. نعم. إي والله يابا. شكرا 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 لك أم حنين وربي يرجع لك ابنك إن شاء الله سالم غانم. وكالة الأناضول طلعت بتقرير بالذكرى الثانية لإعلان انتهاء المعارك بالموصل تقول أنه إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أنه 12,000 بيت دمر أو تضرر من أصل 12,500 بالمدينة القديمة. يعني 12,000 من 12,500 500 سلمة والبقية كلها تدمرت أو تضررت، يعني ما يقارب نسبة 98% أو 99% من المدينة القديمة اندمرت. هل هذه يعني الديمقراطية اللي وعدت بها الولايات المتحدة الأمريكية العراق بال 2003 لما احتلته بحيث أنه يطببون تنظيم إرهابي وراها يدمرون مدينة حتى يجون يغيرون بديمغرافية المدينة؟ وأكو منصور المرعيد يقود حملة لشراء الأراضي والمنازل المهدمة لجهات تابعة إلى إيران. أبو خالد من الرياض رجع لنا حياك الله يا أبو خالد. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. بلا بشارك لو سمحت. هلا بيك تفضل. أنت على الهواء. حياك الله. أخوي أبو صقر أقول لك إياها باختصار. نعم. هذه هذول اللي جوكم كلهم خونة. نعم. كلهم خونة. نعم. وبيجي ينتقمون من الشعب العراقي لما حارب إيران 8 سنوات. شوف الذبح وينه عند السنة. عند مناطق السنة يا أخي افهموا يا أخي. ناس تحت الأنقاض يبسوا إكرام الميت دفنه يا أخي.
والله يا ابو خالد واحد يحكي حظه وبغته، هم يعني هم مو بس مو بس حاربوا مناطق السنه، هم دمروا المناطق السنيه اي، ودمروا المحافظات السنيه اي، لكن هم همين اذوا مناطق الجنوب واهلنا بالجنوب. ترى اهلنا بالجنوب ما مرتاحين، اهلنا بالجنوب لا عندهم كهرباء لا عندهم مي لا عندهم. نعم شوف هم لا يحبون، شوف ايران لا تحب العرب لا شيعه ولا سنه. صحيح اي ما تحب، يسمون العرب غنم ايران، يسمون الشيعه غنم ايران. اقسم بالله العظيم، لكن اذا العراق رجال يطلعون اول ما يذبحون من الشيات هذه ذبح، يحطون حجر غالي 20 سنه. نعم من الشيات هذه بدر، هذا بدر 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 العامري يقول الامام يقول حروب حروب سيرين سيرين جاي ذبح الناس قبل تحارب العراق. هادي العامري قصدك؟ نعم اي هادي العامري نعم موجوده وبلسانه تكلموا موجوده وتنبث على قناتنا. وارجوك تبثها الحين، ارجوك ارجوك اترجاك بثها للشعب النايم هذا اللي ما يفهم. نعم نعم ماشي، وارجوك تبثها الحين ارجوك ارجوك السانسه شفتها انا عشان الشعب العراقي يفهم. حريم الذبحات اطفال الذبحات يا اخي عيب يا اخي. نعم شكرا. حرب حرب سيدي انا ابوك لا ابو الخميني لا ابو خامني. شكرا شكرا لك ابو خالد، يعني اعذرني بس هاي الكلمات ما يعني مهما يكون ما نقبلها انه نسب على احد، خلينا احنا نكون في بعيد عن هذا الجانب. القضية وما بها، ومو بس هادي العامري، هادي العامري كان جندي في الجيش الإيراني إبان الحرب العراقية الإيرانية، ومشهور الفيديو مالته لما يقول الإمام يقول صل صل. ومو بس هو، محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم وهذا عمار الحكيم الموجود حاليا هو واثق البطاط و و و و و ونص اللي موجودين بالحكومة هم حاربة والجيش العراقي بالحرب العراقية الإيرانية اللي دامت 8 سنوات. عندنا اتصال. أم عبد الله من العاصمة العراقية بغداد، حياك الله أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك ولا قناتكم الشريف ولا كل العراق الشريف. حياك وبياك تفضلي. أستاذ إحنا نعرف تنظيم داعش هو تنظيم دولي، وخاصة بعد سقوط العراق سقوط بغداد كان هذا هدف تنظيمي، هذا الهدف التنظيمي من قبل أمريكا وقبل إيران الصهيونية العلنية في تفتيت العراق إلى دويلات والصراع الطائفي اللي موجود في هذا البلد. ويستمر هذا التفتيت يعني كل مناطق الجهة الغربية بعيدة عن إيران، موصل الأنبار صلاح الدين، أما الجهات الشرقية من العراق هي قريبة من إيران ما دخل لها داعش، دخلوا في المناطق السنية خاصة ودمروا، وكان هذا هدف نوري المالكي. ليش؟ لأن نور المالكي طلب من القوات والحشد وكل الجيش والشرطة أن المناطق السنية يجب أن تكون دائما في حالة يعني مبعثرة، لا أمن ولا استقرار، ويطلب من عندهم يقول لهم دائما انتم قوموا بعمليه الاعتقالات. صارت معركه الانبار وقضوا على اللي موجود بالانبار واللي صار وصلاح الدين. اما بالنسبه للموصل استاذ يعني دمروه واستخدموا كل الاسلحه خاصه امريكا والحكومه وكلها اسلحه تدميريه، يعني مو مواجهه مع داعش، يعني الجيش والحشد يبقون بالمناطق البعيدة ويضربون بقنابلهم وتدميرهم قبل الدخول. فطبعا هنا قال لهم ابقوا في بيوتكم، فكانت النتيجة قتل عدد كبير من أهل الموصل. بعد التحرير على أساس أنه صار تحرير وأنه زف البشرى العبادي وقال إحنا حررنا الموصل، يعني ولد في فراغ سياسي بالموصل، دمرت البلد على اخر يعني اخر شيء، يعني دمر تدمير كبير. نعم ودمروا كل الشغلات الاثريه خاصه الحدباء وبعدين مأذن الحدباء. نعم نعم بعدين عندنا الفراغ السياسي ادى الى وجود مشاكل. مشاكل شنو اللي صارت هسه؟
هو الحرب الكردية العربية، يعني ما بين الأكراد والعرب. طبعا هنا الحكومة لجأت إلى مكافأة الأكراد على أنه دخلوا الجيش مركب دافع وما عندهش ضد داعش، وهذا ما ممكن. ترى هم داعش كلهم عبارة عن أعداد وليس ذي كميات كبيرة، حتى أنه يستخدمون الأسلحة الفتاكة والأسلحة المدمرة خاصة المدافع البعيدة المدى. أستاذ بعدين هنا الحالة اللي بيعيش العراق الأهل الموصل، أول التدمير، ثانيا الحكومة ماكو سياسة من قبل الحكومة في الموصل، كهرباء ماكو، فراغ سياسي أكو، دمروا كل المناطق اللي موجودة. زين هاي الحكومة هل بعد الانتصار راح يخرج الأمريكي من العراق؟ ما خرج الأمريكي، بقى مستمر في العراق ومستمر هو في تحقيق غاية. هي شنو الغاية؟ إنه رادوا يدمرون العراق ويدمرون سوريا ويدمرون طبعا فلسطين مأخوذة، ويدمرون مصر وليبيا. وبالفعل قاموا بعملية إنه بعدين بالإضافة إلى هذا التدمير، مقر الإسلام هي السعودية وضم دول الخليج عن طريق هذه الحكومات اللي موجودة في العراق وفي سوريا واليمن، هذول الحوثيين. فصارت يعني بعثرة بالمنطقة، بعثرة يعني لا تتصور أكبر، راح يخلي الحكومة مليارات حتى تقوم بعملية إعمار أهل الموصل، ولا إعمار الأنبار ولا إعمار صلاح الدين، أهلها كلهم أكثرية أهل الموصل. قسم الله يرحمهم تحت الأنقاض، قسم راحوا كلهم إلى تركيا وقسم شردوا إلى الشمال. أهل الأنبار نفس الحالة، جامعة الموصل راحت كلها. زين يعني هو شنو بقى؟ يعني هسه احنا الموصل عباره عن اطلال، مناطق مدمره سوداء، وحتى البيوت القديمه سووها هي الارض. ليش؟ زين اكو دوله تبنت قضيه اهل الموصل وقالت اني اقوم بعمليه بناء للشعب العراقي؟ ماكو. اذا الحكومه هي مالتنا اصلا ما تتصرف تصرف صحيح تجاه ابناء شعبها. بالاضافه الى هذا يا استاذ اقول لك كلمه واحده، انه الحرب الطائفيه هي اللي صارت في العراق في بغداد وفي المحافظات السنيه، وهم استخدموا الجيوش كلها طائفيه ضد اهل السنه، ولضرب خاصه الضباط العراقيين اللي حاربوا ايران واللي حاربوا في فلسطين. فلهذا كان هدف امريكا واسرائيل والصهيونيه في بعثره الدول العربيه. وتحياتي لك. شكرا شكرا لك. وها يعني انت قلتي انه حرب الطائفيه، وهذا بده يحذر ما عند بعض السياسيين السنه اللي كانوا ساكتين عن هذا الدمار وساكتين عن ما جرى بالعراق وساكتين عن ما حصل بالعراقيين، ويقولون نحن متجهون او نحن متجهين الى السيناريو اللبناني ولبننه العراق. هذا اللي يعني المشكله انهم يشخصون ويحطون ايديهم على الداء بس ما ينطون الدواء. يعني الحرب العسكرية أو الحملة العسكرية اللي شنتها ما تسمي نفسها بالحكومة العراقية بمساعدة إيران وميليشياتها والتحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، تعرفون أن ذولا كلهم قاموا بجرائم حرب، مثل ما أسست الأمم المتحدة إلى معاهدات لحفظ حقوق الإنسان أكو معاهدات لأصول الحرب. هل تعلمون بأن المستشفيات والمستوصفات والمدارس والمتاحف والآثار والملاجئ ودور العبادة اللي هي المساجد والكنائس ومراكز حقوق الإنسان ومكاتب الصحافة يمنع منعا باتا قصفها؟ هل تعلمون بأنه يحرم دوليا قصف مدرسة أو مستشفى أو مستوصف أو أي شيء هو خدمي إلى الناس؟ لأنه بالحرب مثل ما اكو ناس يعني مثل ما اكو حرب ضد ارهابيين او ضد دوله او ضد عدوين، اكو ناس ابرياء دا يصوبون، دول لازم يتلقون العلاج فوريا. لكن اللي صار بالعراق انه مستشفيات الانبار وصلاح الدين والموصل انقصفت، وبها مرضى وبها مصابين وبها ناس تريد علاج. هاي جرائم حرب. من تقصف مستشفى هاي جريمه حرب. أمريكا لما تضرب قذيفة على مستشفى هي جريمة حرب يا ناس. هساني دا خاطب اللي تسمي نفسها حكومة عراقية، ويطلعوا لنا السياسيين العراقيين بتصريحاتهم الرنانة اللي هم هسا ضد الاحتلال الأمريكي ويردون يطلعوه.
ترى الاحتلال الامريكي سوى جرائم حرب بالعراق، وانتم دوله تقدرون تدولون القضيه وتروحون تشتكون على الاحتلال الامريكي انه قام بجرائم حرب بقصف هاي المناطق، قصف مساجد ومستشفيات وكنائس ومدارس، والموصل ببحدها 90% من الجانب الأيمن مدمر و 80% من كافة محافظة نينوى مدمر نتيجة هذا القصف اللي أنتوا شنيتوه على المدينة. ويطلع لنا أثيل النجيفي يقول الأحزاب الشيعية تعيش في حالة نشوة لأنها تسيطر على مرافق المحافظة سياسيا، وش سويت للموصل أنت وأخوك؟ ويطلع لنا عبد الرحيم الشمري وهو نائب عن محافظة نينوى يقول ترى أكو خطر حقيقي يهدد مدينة الموصل في ظل تسابق جهات داخلية وخارجية للاستيلاء عليها. تعرف يا أستاذ عبد الرحيم الشمري ابن الموصل والرجال الكبير والمرأة والعجوز، لما تسمعك تقول أكو خطر حقيقي يهدد مدينة الموصل في ظل تسابق جهات داخلية وخارجية للسيطرة عليها، ايش راح يقول لك؟ يقول لك لا بالله، وانت ايش سويت لنا؟ انت مو من المحافظة، انت مو نائب، احنا انتخبناك حتى تصير بالبرلمان، انت وغيرك، انت وأسامة وإخلاص و و و و ومحمد إقبال وغيركم، انتم مو نواب الموصل، ايش سويتوا لأهل الموصل؟ عوضتوا اللي تضرروا من القصف؟ بنيتوا مستشفى؟ بنيتوا لهم جسر؟ شلتوا الأنقاض؟ طلعتوا الجثث اللي لحد الآن مدفونة جوا الأنقاض؟ خلصتوا الناس من ريحة هاي الجثث والمصايب اللي راح يصير وراها والأمراض اللي تبثها؟ رجعتوا النازحين أهل الموصل اللي عايشين بالمخيمات وعايشين بالمحافظات وعايشين بالإقليم؟ ايش سويتوا لأهل الموصل؟ لو بس يطلع يقول انه هنالك خطر حقيقي وبس يدير ظهره ويخلص المؤتمر، يقول يا اهل الموصل خل اروح استلم راتبي، يعني عسلي خل اروح اشوف لي ايفاد من البرلمان الدول الجوار. عندنا اتصال ابو مصطفى من السويد. السلام عليكم اخ رطل. عليك السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك وتحيه لقناه الرافدين. هلا بيك حياك الله. أولا ما حكومة ماكو، هم حش السامح يعني اللي يسمعوني، هم مجاميع سلسلية كانوا بأمريكا وبأوروبا هنا وبإيران جابوا، فلا تترجى من عندهم أي شيء، لا تترجى من كلهم سفلة وسلسلية. أما مدينة الموصل هذا حقد، أكو حقد تفهين، هاي مدينة كبيرة ومدينة عريقة ومدينة قومية ومدينة قومة المحتل الامريكي والايراني. نعم. فذول حقدهم يعني هم من دي يقول لك احنا حررنا الموصل، منو حررها؟ هم ذول يقدر ذول السفل يقدر يقبلون الموصل. جابوا امريكا جدي، تعرف المدينه كبيره وكلها ضباط وناس، يعني مدينه 3 مليون. فجابوا الامريكان وجابوا المدفعيه الفرنسيه، اقوى مدفعيه بالعالم الفرنسيه. فلهذا السبب جابوا كل التحالف، يطلع لي حيدر ويطلع لي هذا ابو قاسم سليماني، هو من يقدر يطب هذول الحساس السلسله يدخل الموصل. فنهوا المدينه، كتلوا اهلها، بلشوا المدينه من حقد باوع. يعني هم ايش قد يقول لك التنظيم؟ ايش قد تنظيم داعش؟ نعم. 200 400 الف 2000 3000 قالوا 4000. مو صحيح هذا رقم، جزء اقل، ماكو شيء. هم من طبوا يوم احتلوا الموصل تنظيم الدوله احتلها ب 300 واحد. انتوا وين كنتوا؟ اربع فرق جيش، اربع فرق. ليش ما قاتلتوهم وطلعتوهم؟ هم 200 300 واحد، ليش ما طلعتوهم؟ لانه كذب، هذول ما بيهم، هو ماكو تنظيم داعش. زين هم اللي استشهدوا اكثر شيء، كل المدنيين ماتوا. الداعش ايش قد مات؟ ما طلعوا جثث يمكن 10 12 واحد، وجزء مو داعش، هيك ناس هم مدنيين. اني مدينة هي هاي مدينتي الموصل، يعني أنا ولدت بيها، يعني لحد الآن عندي 11 شهيد بيها و9 معتقليهم، واحد ذاك اليوم سمعت عمره 14 سنة معتقليه على بداعش، والله هذا 14 سنة بداعش. أما دا تخابني، قلت شو تخابني يا حكومة؟ ليش أكو حكومة؟ خليها يم الله، والله كريم، الله يجزي، الله ينتقم من هذولا، والله الله ينتقم من 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 كلهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تطير عليك أخ رأزل، أشكرك. شكرا لك أبو مصطفى. أبو يعقوب عفوا من الموصل، حياك الله حبيبي. هلا بيك حبيبي، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام.
حبيبي هذول شو اسولف لك؟ يعني بس دمار الدمار، خراب اجام بيوت. نعم. راحت ابنائنا وراحت اموالنا وراحت، يعني حتى التراث راح، ما خلوا شيء بالعراق. نعم. يعني على شنو هم يجوا؟ هسه انا ابسط شيء جسر، جسور القديمه، يعني ماكو جسر، جسر ما يقدر يسوون، جسر هو شنو؟ جسور هسه كلها ماكو. زايد واحد كله ترقيعي وشغله بسيطه يسوون هيك على الماشي. نعم. ما سووا شيء يعني، يعني لحد الان هاي الساعه كل شيء ما سوون. دمار الدمار. امانة الله ابنائنا راحت كلها من وراهم وقضيناها حزن بحزن من ورا هاي الحكومه. ايش نحكي؟ شو نسولف؟ والله يعني واحد يحكي واقع، يعني قضيناها تعينه الابنها رايح، الأخو رايح، ابن رايح، فله راحت له، ماكو بيت ما النكه بس بالموصل استر على البيوت. اي من فقط العراق لهاي الساعه كلها نكبت هجمت بيوت بس العالم تاخذ شو تحكي؟ خراب وخراب. نعم. شكرا 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 لك ابو يعقوب. قبل ما انهي الحلقه على الواتساب عندي من الامارات يقول تحيه لك ولصوت الحق الموصل في مثل هذا اليوم، ورغم انتهاء المعارك فيها الا ان الدمار والجثث تحت الانقاض لا زالت لم ترفع، ومعاناه النزوح منها في المخيمات واغلب اهلها في السجون وغير هذا الواقع. الحكومات لم تهتم لموضوع الموصل والميليشيات صالت وجالت وعاثت، والقتل والتشريد والاخفاءات القسريه. السلام عليكم استاذ، لا تتوقعون من هذه ما يسمى بالحكومه، كلهم مجرمون حسبنا الله ونعم الوكيل، امريكا التي اتت بهؤلاء المجرمون القتله. عندي شخص يقول وين التحقيق بسقوط الموصل ومن سلم الموصل للدواعش الارهابيين؟ وين القاده اللي نزعوا الرتب ولبسوا الدشاديش؟ ايش قد العراق صار رخيص بعد ما كان تاج العرب والفرس؟ هذا الدين دين بالعراق الان يبيح القتل والنهب والمخدرات وبيع اعضاء البشر ويسمح بانتشار الملاهي ودور الدعاره. هذا الشعب شلون قابل؟ صار 16 سنه، شنو اقصى طموح تحقق للشعب وهو اللطم والزيارات والبتشي؟ وين الوطن يا العراقيين؟ شخص يقول مساء الخير، عندما أعلن الرئيس بوش الابن نقل سفارة أمريكا إلى القدس أتى، عفوا هو مو بوش هو بريما، أتى إلى اللي بعده ليصادق على قرار النقل ثم أتى اللي بعده لينفذ ما تم التوافق عليه، عفوا هو يقصد بوش من الجميع. عندما أعلن حيدر العبادي النصر على داعش وتطهير الموصل من دنس تنظيم الدولة وإعادة الإعمار، أتى الذي بعده لإكمال مسيرة العبادي، بمعناه أنه لا يوجد توافق سياسي داخل العراق، وهذا ما سهل عودة داعش من جديد نتيجة إهمال الحكومة. المشكلة وما بيها أنهم قبل سنتين بتاريخ اليوم قالوا حررناها، واليوم يحجون أكو خلايا رجعت من جديد. شنو الفيلم أو شو مخلين بالمستقبل العراق؟ الله أعلم. جديد قولنا حلقة اليوم انتهت، إلى اللقاء.